السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيت باش ندير معاكم لي بريك. لي بريك اللي بغينا نديرو اليوم غادي نديروهم دي بريك او طون بالطون. اشنو غادي نحتاجو في هاد لي بريك؟ غادي نحتاجو لي بوم دو تيغ، ها هما يسلقناهم، البطاطا سلقناها، نحتاجو الكوريوندو البيرسيل، القزبر والمعدنوس، نحتاجو واحد ربعة ديال لي زو، ربعة ولا ثلاثة ولا جوج، شوفو نتوما واللي بغيتو ديرو ديال البيض. نحتاجو لواحد البصلة، بصلة ماشي كبيرة بزاف، بصلة مويان تكون نقطعوها هكا دي بتي مورسو، ونحتاج نسلضوها، ونحتاجو الزيتون الأسود، الزيتون الكحل، لي زوليف نوار، ونحتاجو الطون، وهادوك و لي فوي دو بريك هاهومايا، هاهومايا شريتهم، هاهومايا لي فوي دو بريك ورقة، هاهيايا، والتوابل غادي نحتاجو البزار، والملحة. ها هي باش نملحو، وغادي ندير فيهم انا شويه الحار، اللي بغى الحار يديرو، اللي ما بغاش ما يديرش الحار. وكاين اللي كيبغي يدير شويه ديال الكمون، تقدروا ديروا شويه الكمون، اللي ما بغيتوش ديروا ما ديروش، معليش. يلا انا نقي هاد البطاطا ونقطعها، ونتلاقاو ان شاء الله في الطريقه كيفاش نجمعو نصيبوه. ها هو بعد ما شدينا هذيك البوم دو تيغ قطعناها، ها هي نديروها في هاد البول، نزيدو عليها هذيك البصله اللي عندنا، ها هي هي، يمكن هذه صغيره غادي نبدلها. بعد ما درنا واحد البول بلو غون كو هذيك اللي كانت عندنا، دابا غادي نديرو هذاك الطون اللي عندنا، ها هو بهذا الشكل، ها هو هي، ونديرو فوقو هذاك البيض لي زو قطعناهم طريفات صغار بهاد الشكل، هاهما هي، ونديرو هذاك الربيع اللي عندنا، الكوريوندو البيرسيل، ها هو هي، معليش عي ديروه راه مزيان، هذاك البيرسيل والكوريوند راه مزيان، وخا تقويو منو، معليش غديروه، هاهما هي. ونديرو هذاك الزيتون، حتى هو الزيتون الكحل، ها هو قطعناه دي بتي مورسو، حيدنا ليه العظم، ها هما هي. ودابا غادي نبداو نخلطو هذوك المكونات كلها. قبل ما نبداو نخلطو غادي نديرو البزار، ها هو هي، نديرو هذاك البوافغ بهذا الشكل، نديرو شويه الملح، لحقاش انا البصله البوم دو تيغ راني سلقتها بلا ملحه، ندير غير شويه ماشي بزاف بشكل. واللي بغى يدير الحار دابا يديرها مع هادي ويخلطهم، اللي ما بغاش يديرها دابا يديرها ملي نبداو نديروها في هادوك لي في، ونديرو الحار ديك الساعه. ودابا نبداو نخلطو على بركه الله بهذا الشكل، حتى تجانس لينا كاع هادوك المكونات. هنا واحد البطاطا ما مقطعاش، هادي قطعوها، ها هي هي، نكملو التخلاط ديالنا ديال هداك، نكملو التخلاط ديال هداك الشيء، نبقاو نخلطو فيه حتى يتجانسو لينا كاع هادوك المكونات، ما نديرو لا زيت لا والو، غير هادشي هكا بهذا الشكل. وكاين اللي كيبغي يدير هادوك الفخوماج غابي يقدر يديرو، انا ما نديرش فيها الفخوماج، هادي كنبغيها تكون غير هكا، مازال ديال الكفته نقدرو نديرو فيها شويه الفخوماج غابي، هي هادي لا هانتوما فيها واحد الريحه غزاله، هانتوما هو فتو شويه باش ما تجيش البلاصه بوحدها شكل. ودابا ملي خلطناها دابا نتلاقاو باش نبداو نعمرو هادوك لي فاي، دابا نبداو نعمروهم، كناخدو هاديك لا فاي هكا بهاديك هذاك الكاف ديالها اللي لتحت هانتوما بهذا الشكل، ونخليوه معاها تنعمرو هاديك لا فاي، ونطويوها فيه باش ما تقصحش لينا هذاك الورقه بهذا الشكل. شوفوا
ما غاديش نديرهم صغيرين، غادي نديرهم كبار. الا بغيتو تصغروا ليهم الحجم ديال، معليش شوفوا نتوما كيفاش بغيتو الحجم ديالهم يكون. ودابا نديرو هذاك الحار اللي كيبغي الحار، نديرو الحار دابا من الفوق بهذا الشكل. اللي كيبغي الحار، لما كنتوش تبغيو الحار ما ديروش بهذا الشكل. شوفوا هذا راه حار بزاف، شوفوها هي. نبداو نطويوها بهذا الشكل، كلافي نطويوها بهذا الشكل نتوما. هلا نطويها على الجهه الاخرى، نديرهم شويه كبار نتوما، ونطويوهم في هذيك الكاغد ديالها بهذا الشكل، ونحطوهم في الطبق هكا باش ما يتكرمش لينا، حيت الورقه دغيا كتولي قاصحه، باش ملي نجيو نطيبوها ما تكونش قصاحت وتقطع لينا. نديرو وحده اخرى اونصومبل بهذا الشكل نتوما، كما درنا هذيك الاولى. نزيدو شويه، غير ما غاديش ندير فيها الحار، طويها بهذا الشكل. ونبقاوها هكا حتى نساليو كل هذيك الكمية اللي عندنا، نبقاو بهذا الشكل. هاهو بعد ما درنا شوية الزيت في واحد الطنجرة باش نقليوهم، كان داليتيود أنا مكنديرش المقلة، كندير دائما واحد الطنجرة بهذا الشكل. نتوما نحيد ليهم هادي ونبدا نحطهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية نديرو وحده اخرى، انا هاد المره درتهم شويه كبار، نقدر نديرهم صغيرين. شوفو مرتين شوفو ملي كنحسو بهم تحمرات من تحت، تحمرو من تحت، نقلبوهم بهذا الشكل هانتوما. نزيدو الأطراف هاهي، أنا كنعيب شي باش متخرجش لينا هاديك العفاخ برا، حتى غنطفو. هانا عرفتو ملي كيطيبو كنهزوهم نديروهم فواحد الشبكة باش يتسقطرو، سينا كنحطوهم فوق هداك السوبالا سبسي أو السوبالا باش تطيب منهم هداك الزيت لي فيها. ونتلاقاو إن شاء الله تقديم ساليهم ونتلاقاو. وهذا هو التقديم النهائي ديال هادوك لي بريك ديالنا، شوفو كيفاش جاو، بلاتي نشوفوهم هانتوما كيجيو رائعين. ناخدو واحد الوحيدة، شوفو كيجيو مقرمشين، شوفو نقطعو واحد الوحيدة باش شوفوها كي دايره، كنت غنقول لكم باش تذوقوا. هانتوما شوف كيفاش كيجي، هانتوما تيجيو رائعين بهذا الشكل. وكنديروا فيهم السيترون، نديروا عليهم السيترون حيت فيهم طون. وانا كنديرهم، انا الوليدات عندي ما ياكلوش لي بريك بوحدهم، ما ياكلوش الحريره بوحدها. نهار ندير الحريره ضروري ضروري خصني ندير معاها، نديرو معاها لي بغيك، حيت دابيتود كندير لي بغيك في رمضان، وهما كيصحابو بانها ما يشربوش الحريره بوحدها، خصها ضروري تكون معاها، يكونوا معاها لي بريك. وهذا البوشيات ها هويا، تنديرو معاكم ان شاء الله، نوريكم لا غوسيت ديالو. تبارك الله كلكم تبارك الله كتعرفوا لي، شوف كيفاش جا،
هوايا. ايوا وهادو بيضات مسلوقين. ايوا هو هذا. زعما نتوما ما كتعرفوش البيض مسلوق. المهم الا عجبكم هذا الفيديو ديالنا ما تنساونيش ملي لايك، واللي ما اشتركش معايا في القناه ديالي اشترك، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.